سؤال الثاني عن الأطفال اللي بيتوفوا صغارا، هل يشفعوا لأهلهم يوم القيامة؟ نعم، الأصل أن الأطفال إذا توفوا صغارا أنهم يعني فرط لأبيهم، هذا من باب الدعاء، وأن يصبروا وأن يجعله فرط لك في الجنة، يعني يسبقك إلى الجنة ويعني شافعا لك. ثم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عن رب العزة حيث قدسي الجليل، هذا لمن صبر طبعا، أن الله عز وجل يسأل ملائكته، ويعني قد قبض روح أحد أبناء عباد الله، يسألهم الله عز وجل وأعلم، يا ملائكة أقبضتم روح ولدي عبدي؟ يقولون نعم يا ربنا وأعلم. يقول الله عز وجل أقطفتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول وماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع. يقول الله عز وجل اكتبوا له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. إذن يعني يشفعون ويكتب للإنسان بيت في الجنة إذا حمد الله واسترجع، الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى والله ما أخذ، فيؤجر عند الله عز وجل ببيت يسمى بيت الحمد للأب والأم.